يا هلا فيكم من جديد. كشفت لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن أن عقود التشغيل في المملكة لم تتغير منذ 50 سنة، وبينت أن 70% من المشاريع المتعثرة تعود للخلافات الناتجة في عملية التنفيذ ما بين شركات المقاولات والجهات الحكومية التي تمتلك المشروع. للحديث حول هذا الموضوع وهذا الملف وانعكاساته السلبية على التنمية ومشاريع التنمية في المملكة، يلتحق معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي في جريدة الرياض الأستاذ ياسر المعارك. أستاذ ياسر حياك الله معنا. أهلا وسهلا، حياك الله. قبل ما أتكلم عن الموضوع بس أبي منك تعليق سريع على الخبر العاجل اللي هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله يأمر بضم المبتعثين الدارسين على حسابهم الخاص إلى برنامج الابتعاث. كذلك خادم الحرمين الشريفين حفظه الله يأمر بتكفل الدولة لعلاج المواطنين من أمراض المستعصية في الولايات المتحدة الأمريكية. تعليقك على هالمكرمة. أعتقد أنه ضم الدارسين حسابهم الخاص على نفقة الدولة هذا دليل على الاهتمام ببناء دولة قوية تقوم على الشباب. وأعتقد أنه كل ما كان لديك شباب واعي، شباب متحصن بالمعرفة والعلم، كل ما كان عندك دولة قوية وفاعلة، لأنه التطور والنمو يولد من رحم التعليم. أما ما يخص اللي هو علاج الأمراض المستعصية في أمريكا، فأيضا هذا يعني بشرى للحالات الكثيرة المتكدسة لدينا في المستشفيات. للعلم هناك الكثير من الحالات المتطورة أو اللي وصلت لمرحلة صعبة صحيا واستعصى علاجها لعدم توفر أسرة. الآن هناك نافذة جديدة وهو مشروع أو بمبادرة الملك سلمان للعلاج في الخارج. جميل، نبدأ موضوعنا. يعني لما يطلع لنا هذا التصريح من لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض اللي أنا ما أدري هي تقف في صف المقاولين ولا تقف في صف التنمية يعني والمشاريع بشكل عام وانعكاسها على الوطن والمواطن. لما تقول أنه العقود التشغيل في المملكة ما تغيرت من 50 سنة وأنه 70% من المشاريع المتعثرة المشاريع الحكومية سببها خلاف ما بين المقاولين والجهات الحكومية اللي تمتلك المشروع، دلالته سلبية هذا الموضوع؟ يعني شوف، لما تكلم عن اللجنة الوطنية للمقاولين في غرفة تجارية، لجنة يعني رسمية ولجنة مسؤولة، أنا أعتقد أنه أكيد بالطبع هي تمثل صوت التجار بأي حال من الأحوال. لكن هناك مشكلة حقيقية، هناك مشكلة ما ذكرها الأستاذ فهد الحمادي يحتاج وقفة، وهو ما ذكر أصلا وما تردد وتعدد تكراره من وجود إشكاليات ما بين الجهات الرسمية وجهات الشركات المقاولات في تنفيذ تلك المشاريع، وهو ما أدى إلى تعثر 70%. طبعا 70% عدد كبير، لكن لماذا لا تحل هذه الإشكاليات مع وزارة المالية والجهات المعنية؟ أكثر مشكلة تواجه الشركات المقاولات هي مشكلة في العقود. هناك مطالبات منذ مدة باعتماد وتطبيق أو الاستعانة واعتماد تطبيق عقد فيدك السعودية. عقد فيدك عقد فني يوضح جميع المعايير اللي بناء عليها يتم ترسية عطاءات المشاريع، وبالتالي العقد هذا يحل 90% من المشاكل القائمة. المفترض أنه رأي الحمادي يتم، لأنه هو أصلا كلام مكرر وهو جزء من مشكلة السبعين بالمشاريع المتعثرة. لكن لو نظرنا إلى المشاريع المتعثرة حاليا، 70% تقدر قيمتها 40 مليار ريال سعودي. 40 مليار هي ميزانيات بعض الدول. لما تكون عندك مشاريع متعثرة بقيمة 40 مليار، من المستفيد؟ هو تعطيل للتنمية، تعطيل لرخاء البلد، تعطيل لخدمة المواطن. إشكالية العقود فيها شقين، شق تتحمله الجهات الحكومية من ضعف الرقابة، ضعف الإشراف، عدم تنفيذ الجزاءات، وضعف تتحمله الشركات المنفذة لهذه المشاريع من خلال ضعفها في أداء هذه المشاريع، عدم قدرتها الإيفاء باشتراطات العقود، ترسيتها لشركات ضعيفة بالعقود الباطن. طيب، في هناك بعض الحلول
لو قلنا عندنا قاعدة بيانات لجميع الشركات اللي تنفذ مشاريع الدولة، وبالتالي أي شركة لديها في قاعدة بيانات، وفي اللي يعرفون في قائمة سوداء لبعض الشركات اللي ما تلتزم بالاتفاق ويعني ولا تنفذ على الوجه المطلوب، هناك قوائم سوداء عند بعض الجهات. أنا ما أعتقد أنه فيه قوائم رسمية، لكن إحنا لو قلنا مثلا لدى وزارة المالية قائمة بأسماء جميع الشركات، هذه القائمة تتضمن معلومات رئيسية، مثلا شركة ألف كم عندها مشروع، كم نسبة إنجاز هذا المشروع، كم عنده مشروع متأخر. وبالتالي لا يتم إسناد أي مشاريع جديدة لهذه الشركات إلا بعد استيفائها. طيب خلينا نتكلم بكل شفافية، نتكلم وخلينا ناخذ الموضوع بنظرة متزنة وعادلة، يعني بمعنى لا نكون ضد المقاولين ولا نب معهم، يعني في سبيل مصلحة الوطن، حنا مع الوطن في النهاية. المقاولين يقولون عندنا معاناة، عندنا مسيرات تتأخر من وزارة المالية أو تتوقف مسيرات، ورغم أننا إحنا ملتزمين بمراحل تنفيذ المشروع. هذه معاناة كثير من المقاولين حسب ما هم يقولونه. في المقابل، وهذه نقطة أخرى، يعني هناك كذلك انتقاد لكثير من شركات المقاولات، انتقاد كذلك الجهات الحكومية اللي عندنا احتكار، حتى يعني مشاريع معينة معروف ما تروح إلى الجهة، شركات مقاولات 1، 2، 3 معروفة عندنا في البلد اللي تحتكر المشاريع، ومن كثر المشاريع اللي عندها قاعدة توزع على شركات المقاولات، تستفيد هالشركات المقاولات، لكن في النهاية قد تكون جودتها بسيطة، قد تكون هي سبب في تعثر المشاريع. عطني كذا لهالخلطة الغريبة العجيبة تفصيل وتحليل. طبعا احتكار المشاريع الكل تحدث عنها، تحدثنا عنها بصمت وبالهمس وبالصوت العالي، انه شركات معينة تحتكر ايضا مشاريع معينة في علامات استفهام كبيرة. علامات عندنا يعني ياسر واضحة، الشركات ما نبي نقول اسماءها، يعني معروفة الشركات تاخذ مشاريع معروفة. هي شوف، هي ما أنا حنتكلم بوضوح لأنه مصلحة البلد فوق أي اعتبار. رائحة الفساد تفوح من بعض المشاريع، بمعنى صح لما تيجي أحد الشركات الكبرى اللي دائما ترص عليها المشاريع وتتعثر في تنفيذ المشاريع، لأن عقودها كلها تسلم بالباطل. المتر اللي يسلم ب10,000 هو يسلم شركة باطل ب3,000، فتأخذ هذه الشركة 7,000 في الجيب باردة مبردة. ومن هنا يعني نبدأ علامات الاستفهام تظهر. غير الكلام عن تكلفة المشروع الفعلية، أنه عندنا مبالغة في تكاليف بعض المشاريع يعني مقارنة بباقي الدول. هو شف الكثير من المشاريع اللي سلمت شركات قوية كانت نفذت بطريقة غير صحيحة، إما هبوط في الإسفلت، هبوط في الأرضيات، تسربات المياه، فبالتالي لم تكن هذه الشركة الكبرى في محل الثقة أو أدت لتنفيذ المشروع بالمعايير المطلوبة، ولكن تسليمها لشركات سيئة بالباطن أدى لهذا. لكن إحنا طالبنا منذ عدة يعني سنوات بأن تنشأ مؤسسة، شركة مقاولات وطنية كبرى يكون فيها المواطن شريك فيها من خلال الأسهم، تطرح للمساهمة وتكون بأموال وطنية للمؤسسة في منها المواطنين، ولنبعد عن الشبهات، نبعد عن الفساد، نضمن خدمة البلد بالشكل الجيد ولتحصل على تأييد. طيب أخيرا أبي منك، يعني ما هو الحل في وجود تعثر في كثير من المشاريع؟ يعني أنا أتوقع أنه على سبيل المثال بس أعطيك يعني أنقرب الصورة للمشاهد، مشروع مثل طريق الملك عبد الله عندنا بالرياض، أنا أتوقع في بعض الدول أمدهم ينشؤون مدن جديدة، مش شارع مش طريق، مدن جديدة. حنا طريق الملك عبد الله الحين يمكن 5 سنوات وحنا ما زالوا يصلحون فيه، خرب ويروحون يرجعون عقد صيانة، الظاهر يأخذون عقد صيانة جديد ويصلحونه. يعني ما الحل حتى فعلا يصير عندنا يعني تنمية تقوم فعلا على جودة عالية ويصير عندنا تعثر في هالمشاريع؟ طريق الملك عبد الله تم افتتاحه قبل 2 الظاهر او 1.5 سنة، وهو اصلا لم ينتهي اصلا من التطوير ولم ينتهي حتى بشكل نهائي. زين، المفترض اتمنى انه يشكل لجنه محايده تحقق في هذا المشروع، عشان احنا كمواطنين نعرف من حقنا، احنا مواطنين متاذين، احنا متاذين من هذا الطريق. الان بعد ما انتهوا من جزء توم يتذكرون في مترو الظاهر، ف راح يصلحون عادوا التصليح. من يتحمل هذه التكاليف؟ من المسؤول عن هذا المشروع؟ كيف تم ترسيته هذا المشروع؟ هل طبقت الغرامات؟ انا متاكد لو صار في تحقيق يعني لجنه محايده اعتقد سيتكشف لنا الكثير من الامور اللي تدور في ذهننا ولا نقدر نصرح فيها على اساس الملاحقه القانونيه. لكن اتمنى يكون هناك لجنه. شكرا. شكرا. في فمك ماء ولا تبي تقول شيء؟ والله في فمي اطنان من الماء. شكرا. شكرا للاستاذ ياسر المعارك الكاتب الصحافي في جريده الرياض، يعطيك العافيه. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لمتابعتكم لنا لهذه الحلقه، نلتقيكم ان شاء الله في حلقات قادمه باذن الله.
بالتأكيد أنتم شركاء ودوما في النجاح. في أمان الله.